بجدد التحية بحضراتكم، ولسه متواصلين في الاستوديو التحليلي لانتخابات الرئاسية في يومها الثاني. عايز اقول لحضراتكم، اذكر حضراتكم بان اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات اعلنت ان مد التصويت ليوم ثالث وهو بكرة، والنهاردة التصويت هينتهي الساعة 9 مساء. وبجدد التحية بضيفنا النهاردة دكتور محمد عبد المطلب، خبير في تحليل البيانات، وجايب لنا النهاردة أكتر من تحليل فيما يتعلق بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. عايزين بقى نشوف الجزء الثالث. دي داتا رسم بياني للمواضيع اللي بتتكلم كل ما بيتكلم على الانتخابات أو الحملتين، دي المواضيع اللي بيتكلموا فيها بدون تقسيمها لحملات أو لمين منتمي لمين. فعندنا مثلا الاستقرار الامني 21% من الناس اللي بتتكلم كانت بتتكلم على موضوع الاستقرار الامني، وفي بعديها بشويه سلايد ثانيه هنوضح فيها اراء الناس عامله ايه، يعني سالب واجاب عن كل موضوع منهم. يعني 21% بيتكلموا عن دول الدوله والدين، الاخوان بيتكلموا والحركات الاسلاميه بتتكلم 15%، و20% بتتكلم عن المؤسسة العسكرية، وفي بقى نسب صغيرة زي دور المرأة وإسرائيل ومواضيع أخرى، فدي نسب صغيرة 5% و7%. على النسبة راحت لمين؟ لا، هو في تساوي ما بين لو نرجع لو نرجع بس سلايد نرجع تاني. يا شباب ممكن قبل ما نرجع ناخد معانا الفنانة الجميلة اللي هتنور لنا ليلتنا، ليلى علوي. مساء الخير يا دكتور مدحت، مساء الخير على الجميع. مساء الخير، معاك الاستاذ محمد علي خير، كابتن احمد شوبير، دكتور محمد عبد المطلب. اهلا بيكم جميعا، اهلا بيكم. وانا اسفه ان انا مش عارفه مين اللي موجود، لاني انا مش في المنزل فمش قدامي. انا عارف ان انت بتستريحي عشان توصل التصوير بكره، انا عارف ان شاء الله. وقولي لي، انتخبتي يا ليلى امبارح؟ طبعا امبارح، ده انا عايز اقول لك كلنا انتخبنا امبارح. والدتي لقيتها نازله الساعه 9 الا ربع، خدت تاكسي وراحت اللجنه بتاعتها ورجعت ما شاء الله الساعه 9 ونص على طول، وانا رحت الظهر برضو وناس كتير راحت. انا بس كنت عايزه اعلق تعليقين لو ممكن يا مدحت. انا مش عارفه انتوا بتتكلموا على ايه بالظبط. لا اتفضلي. انتخابات عندي ملحوظتين نفسي ان هم يوصلوا. اول حاجه ان مثلا في ناس كتير قوي من اسوان ومن النوبه ومن الاقصر شغالين موجودين في مصر هنا الوافدين. انا شايفه زي ما الاستفتاء كان موجود كانوا بيروحوا ينتخبوا. يعني احنا ليه مصعبينها عليهم؟ حتى مثلا لو هم بيشتغلوا في شركه او في حاجه، احنا ما كانش في المعلومه الكافيه انهم لازم يسافروا عشان ينتخبوا. احنا مره عملنا كده قبل كده، فكنا بنسفرهم من قبلها وننزلهم اجازه، بس احنا المعلومه ما كانتش يظهر واصله كفايه. او فانا بشوف ليه ما ينزلوش طالما في مد لبكره كمان، ليه ما يديهمش الفرصه ان هم يقولوا؟ بيروحوا وبيحاولوا مش عارفين. والملاحظه الثانيه؟ الملاحظه الثانيه ان انا بقول لنسبه اللي هي شايفه ان السيستم ما بيتغيرش، او لان هي شايفه ان الثلاث سنين اللي فاتوا دول ب 30 يونيو ما فيش تغيير، او اللي هي شايفها ان صوتها مش هيوصل او ملوش لازمه. عايزه اقول له انا بحترم تفكيرك وبحترم ارائك، وده حقك. حقك ان انت تقول انا مش عايز ده او مش عايز ده او مش عايز ده، لكن مش من حقك على وطنك وعلى بلدك وفي الظروف دي، الظروف الداخليه والظروف العالميه قدام العالم كله، ان انت ما تنزلش تصوت وتقول رايك. انت عندك بطاقه، انت لازم تنزل لانك عندك راي، تنزل تقوله. ان شاء الله تنزل اشطب على نمره واحد واشطب على نمره اثنين، بس صوتك يبقى موجود، ما تبقاش ممتنع يعني ضد الانتخابات كلها. خليك اذكى من كده، اوصل للي انت عايزه لكن ما تضرش الاخرين وما تضرش بلدك داخليا وعالميا. أرجو إن الكلام ده يوصل ويتفهم. الفنانة ليلى علوي مع حضرتك محمد علي خير، وكنت عاوز أسألك تعليق إيه على قرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بمد التصويت ليوم ثالث؟ هل أنت مع هذا القرار ولا كان الأفضل إنهم يمدوا التصويت النهاردة للساعة 12 بالليل مثلاً؟
يعني انا كان يعني كان ممكن نقول ان احنا نخلص الـ 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 النهارده ونمدد الساعه 12، لكن انا مش ضد ده الحقيقه، مش عارفه ايه الصالح اكتر، لكن انا مش شايفاها مشكله نقف عندها يعني. فنانتنا الجميله لكن انا شايفه مثلا، سوري لمقاطعه حضرتك، انا شايفه ان من ضمن الحاجات اللي لازم تتعمل ان احنا ادينا النهارده اجازه علشان الناس تنزل، فاعتقد ان المفروض ان كل المؤسسات والشركات وكلها انها تتاكد ان الناس اللي اخذت اجازه دي نزلت انتخبت، فتشوف مش تشوف التوقيع بتاعها، تشوف صباحها، تشوف انها نزلت انتخبت، علشان احنا في غرامه دلوقتي اللي ما بتنزلش ينتخب. مش كده؟ مش انا طيب المعلومه دي صحيحه ولا غلط؟ صحيح، بس ما بتتنفس يعني. بس المفروض انها تتنفذ بجد يعني، المفروض يعني انا نفسي من ضمن البدايات التغيير اللي احنا عايزينه الحقيقي، ان الشيء اللي من حق المواطن ياخده، والشيء اللي على المواطن يعمله. ده صحيح، ما عملوش الحقوق والواجبات بالظبط. طيب فنانتنا الجميله ليلى علوي، انا احمد شمير معاك، ازيك الاول؟ هاي، ازاي حضرتك يا كابتن؟ تمام إيه؟ الحمد لله. شايفه ان احنا لسه بنخاطب الغرب اكتر ما بنخاطب الداخل، ومهتمين جدا باراء الغرب فينا، ومش مهتمين بهذه المشاهد الرائعه للمراه وللشباب وللتواجد المكثف امام صناديق الانتخابات ولجان الاقتراع. ده السؤال السياسي. السؤال الفني ليلى علوي، اخبارها ايه في رمضان السنه دي؟ بالنسبه للسؤال الاولاني، لا انا طبعا يهمني الداخل ويهمني الحقيقه ويهمني الواقع والوضع بتاعنا. لا طبعا ده يهمني نمبر 1. يعني ده نمره 1. ونمره 2 يهمني الخارج طبعا. بس التركيز على الداخل الاول. يهمني يا كابتن ان انا ما اديش فرصه لاعدائي اللي انا عارفاهم وشايفاهم كارت يلعبوا بيه. انا لازم اكون عندي الوعي واذكى من كده. ده وجهه نظر محترمه يا ليلى جدا. لكن انا يهمني طبعا وضعي في الداخل والحقيقه اللي في الداخل اكتر. وهي دي الحقيقه يعني احنا كفانا ان احنا نكون يعني سلبيين وشايفين انها مش فارقه، سواء ده نوع من الاحباط، سواء ده نوع من التعالي، ده مش في مصلحه الوطن. اخبار رمضان ايه السنه دي؟ رمضان ان شاء الله السنه دي انا بقدم مسلسل شمس، قصة اجتماعية، وفيها الدمعة وفيها الضحكة وفيها الحب وفيها الأمل وفيها التسامح، وده اللي أنا نفسي كان يتحقق، مش عارفة إزاي. تفني فيها ليلى علوي. عندنا نسبة تسامح للصالح على فكرة. حلو قوي. مش التسامح اللي هو عشان أعديها وخلاص، لا التسامح للصالح. للأحسن. دور الفن يا ليلى دايما يعني متعودين عليه هو اللي يبقى سابق، وانت كنت معانا في اعتصام وزارة الثقافة من الناس اللي موجودين واللي كنت بتطلعي مسيرات. شايف دور الفنان ايه بعد ان شاء الله ما يبقى عندنا رئيس جمهورية منتخب؟ والله دكتور انا شايفة ان دور الفنان هيستمر، يعني انا وانت واللي اجتمعنا كتير قوي الفترة اللي فاتت دي علشان مستقبل صناعة السينما والدراما وعشان حماية الفنان وعشان الحرية والابداع، فانا اعتقد ان احنا هنكمل مشوارنا واحنا بدأناه بشكل قانوني بملف مع رئيس الوزراء، واتكلمنا فيه اعلاميا كتير، ومستنيين خطوات ان احنا فعلا نفذ. فانا اعتقد احنا زي باقي المواطنين كلهم قايمين بده من ناحيه الطلبات اللي احنا محتاجينها والحمايه اللي احنا محتاجينها والقوانين اللي احنا محتاجين نطبقها حقيقي ونغيرها ونعدلها، زي ما بيقولوا بجره الم تقدر تحميني. ليلى متشكرين. من ناحيه ثانيه الاعمال الاستثماريه، اتفضلي يا ليلى اتفضلي. لا اتفضل. لا كملي، عايزين نسمعك. الجمهور عايز يسمعك. انا شايفه ان احنا يعني يمكن السينما تاثرت الكام سنه اللي فاتوا، كمان ان احنا ما عرفناش نحمي الصناعه ونحمي الافلام اللي بتنزل والسرقه والقراصنه اللي بتحصل. تمام. لكن من ناحيه ثانيه انا شفت ان سينمائيين كتير وشباب كتير وفنانين كتير ونجوم كتير اعطوا للدراما يعني واكسبوها ذوق مختلف وشكل مختلف وانتاج مختلف، وان في كان حصل تعويض من ناحيه الدراما الحقيقه الثلاث سنين اللي فاتوا.
واتمنى ده يكون احسن طبعا. يا رب ان شاء الله. يا ليلى متشكرين، وكانت مداخله جميله، بس نتمنى تبقي بقى معانا في سي بي سي على الهوا، سي بي سي 2، الناس تشوفك بقى مش تسمع صوتك بس. انا كمان انا متاخره عليكم، بس ان شاء الله اخلص بس التصوير وابقى بتاعتكم خالص ان شاء الله. يا ليلى متشكرين. يا ليلى شكرا جزيلا. نرجع لدكتور محمد عبد المطلب، انت تخصصك ايه اساسا؟ انا اصلا بتاع النانو تكنولوجي، تكنولوجيا النانو. بس المشروع ده كان فكره مشتركه بيني وبين اتنين من الزملاء، وبدا في الجامعه زي ما قلت حضرتك في 2011، لان ليه عوائد كثيره جدا حتى على العلم وعلى الدراسات العلميه اللي بتحصل. على يعني ده مجهود شخصي؟ لا، ده مجهود فريق، والفريق ده الدعم بالجامعه وقعد في حضن الجامعه لفتره طويله، وبعدين المشروع انتهى داخل الجامعة، والفريق ده قرر ان هو يكمل الـ الـ طب الـ هذا الفريق ازاي رصد الهاشتاج ما بين حملتي المرشحين حمدين صباحي والسيسي؟ هو في يعني لو احنا عدينا السلايد دي، هدي سلايد دي بتتكلم عن المواضيع، وزي ما احنا شايفين مثلا قبل ما نقلب، بس انا هرجع تاني نقطة الهاشتاج، ان الدولة والدين مثلا 65% من الناس اللي بتتكلم عن الدولة والدين بتتكلم بشكل سالب سلبي، و4% بس اللي بيتكلموا بشكل ايجابي، و31% محايدين. الكلام مثلا عن الاخوان 51% سلبي من الناس اللي بتتكلم، بينما الاستقرار الامني 22% بس اللي بيتكلم بصوره سلبيه عن الاحداث. هو دور حضراتكم انكم ترصدوا فقط نسب، ولا بتعدوا ده في التحليل بقى؟ يعني لما تقول لي 65% بيتكلموا عن الدوله والدين بشكل سلبي، هل بتقدموا بقى تحليل بتختفي كده؟ في لا، في تحاليل اكتر من كده بكثيره. يعني احنا هنا بنوري الصوره العامه، نتيجه طبعا قصر الوقت، وان ما ينفعش ان نعرض كل شيء على التلفزيون يعني. لكن احنا بنوصل تحاليل دقيقه بقى، هو طب هو اللي مثلا بيتكلم في حاجه نيجاتيف ده او حاجه سلبيه، ايه اللي هو بيقوله سلبي؟ طب بتقدمها لجهات معينه يا دكتور مثلا تستفيد من هذه التحاليل؟ احنا في في عندنا عدد من العملاء، سواء كانوا قطاع خاص او بعض الجهات الرصد والجمعيات الغير حكوميه. يعني في ناس يهمها هذه التحليلات طبعًا. بتعمل بيها ايه؟ دي لدعم اتخاذ القرار ولاعاده توجيه الحملات بتاعتهم. يعني لو دي شركه مثلا بتعمل دعايه لمنتج عندها، فهو بيقدر يشوف الدعايه دي ماشيه ازاي وماشيه سالب وماشيه على تويتر. على تويتر من رئيس مصر القادم؟ لا، هو لو احنا بنبص على الارقام فطبعا لا قول لي ارقام. احنا دلوقتي بالارقام طبعا يعني النشاط اكتر في اتجاه حمله السيسي ده النهارده وامبارح. تمام، لو بنبص اثناء الحمله كلها من بدء الانتخابات لحد دلوقتي، هقدر اقول لك ان المقاطعين ليهم نشاط اكبر. المقاطعين حملات الاخوان كانوا دايما بيقولوا الحملات الالكترونيه الاخوان كانت قويه جدا، هل ما زال لها نفس النشاط ولا ليها نشاط لحد ما؟ بس برضو لا، مش لحد ما، يعني قول لي نشاطها قبل انتخابات الرئاسه السابقه في فتره حكم الدكتور مرسي والان. لا، قبل انتخابات الرئاسه السابقه ما كانش ليهم نشاط قوي، كان نشاطهم حوالي 15-16% من اجمالي اللي بيحصل على تويتر كله. ده رقم كويس؟ يعني مش كبير. قبل انتخابات الرئاسه السابقه. السابقه تمام. مش كبير، بس زاد النشاط بشده بعد انتخاب مرسي، وفي خلال السنه اللي كان موجود فيها وصل تقريبا 25-26%. ده رقم جيد بقى. ده معقول. ده رقم جيد جدا. بس لازم اقول ان كان في مجموعات اخرى ما نقدرش نقول هم مين. لان يعني التوجهات بتاعتهم كانت بتتغير بسرعه جدا. كانت مناهضه؟ مناهضه للاخوان وبعض الاحيان مناهضه لفكره الانتخابات اصلا. وفي ناس كانت مناهضه لفكره الديمقراطيه اصلا، بترفض كل شيء. اللي هو يعني المجموعه الرافضه كلها. طيب بعد رحيل الدكتور مرسي، لان اللجان دي نشطت بشده بعد ما مشي. نشطت بشده، كانت الفتره الاول شهرين او ثلاثه بعد ما مشي كان ليهم نشاط ملحوظ، لان كان في احداث كتيره بتحصل. فهي النشاط اللجان دي بيبقى قوي جدا مع الاحداث. بس حاليا نشاط اعلى بوينت وصلوا لها كانت كام؟ ممكن اقول 36-37%. 37% ده فض رابع غالبا. انا مش مذكر بقى التواريخ بالظبط، بس هي في يعني. طب انا هسالك سؤال يا دكتور، هل تقدر تقول لي تحدد مثلا المقاطعين دول انهي فئات عمريه؟ تقدر ستات بنات ولا اولاد؟ اتجاهاتهم السياسيه ايه؟ هل ده ممكن تحدده؟ ده بيتحدد. انا ممكن اقول لحضرتك ارقام من الذاكره بقى، لان مش قدامي الارقام يعني، فاعذروا اي غلطات يعني، بس هنتكلم في الاتجاهات. الاغلبيه العظمى من المقاطعين، يعني بنتكلم في 70-75% من المقاطعين تحت سن ال 40 سنه.
في توجه كبير جدا منهم. بس عشان نوضح بس المقاطعين على تويتر. على تويتر تمام. في اغلبيه عظمى منهم يمكن 52-53% سيدات او انسات يعني بنات اكتر من الرجال. في الفئه العمريه الكبيره المقاطعين الرجال نسبتهم اكبر من السيدات. فدي المعلومات اللي انا اقدر يعني اتذكرها من الذاكره مباشره من دلوقتي. كان في الحلقه السابقه مع حضرتك كان الدكتور خالد كان وضح ان احنا حتى بنقدر ان هو يعني استطاع واحنا عندنا حاجات مشابهه تقدر تحدد العلاقات. يعني حد بيقول بابا هينتخب كذا وماما هتنتخب كذا واخويا هينتخب كذا. فدي من الحاجات التحليلات مثلا اللي بنقدر نطلعها من الكلام اللي مكتوب. وكان في توجه ساعتها في الاسر ان برضو الاباء في اتجاه كبير جدا ناحيه حمله السيسي السيد المشير السيسي, وبالنسبه للابناء في اتجاه كبير ناحيه حمدين صباح. قول لي الهاشتاجات دي بقى بتقول ايه؟ دي ما بين حملتي السيسي وصباحي. ده الهاشتاجات الاكثر شيوعا تاني ما بين الثلاث فئات اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هم مؤيدي حمدين صباحي والمقاطعين. تمام. فبالذات مثلا في اخر في اخر 48 ساعه اللي هو الاخير خالص اللي عالي قوي ولا لا الانتخاب ده شغال بقاله فتره. ده تمام اوكي. اللي ظهر خلي بالك برضه الحاجات دي دايناميك يعني متحركه طول الوقت. تمام. على الاجهزه بس عندنا بنشوف تحليلها لحد الساعه 3 يعني العصر. الوري ده واقف الساعه 3 العصر ده. الوضع الساعه 3 وما سبق قبل الساعه 3. فمثلا الثلاث بتاع حمدين ده ظهر امبارح بقوه واللي هو يعني ايه الثلاث بتاع حمدين؟ في هاشتاج طلعت يوم الثلاث. اسم ان يوم الثلاث ده بتاع حمدين. تمام. تمام. فده ظهر الثاني للانتخابات الرئاسيه اللي هو النهارده اللي هو اجازه يعني. فده ظهر بقوه في اخر 48 ساعه او اخر 24 ساعه. تحيا مصر موجود برضو بقاله فتره ما فيش فيه تغيرات كبيره. الانتخاب زاد برضو بقوه في الفتره الاخيره. وده نتيجه ان كتير من الناس اللي نزلت انتخبت راجعة بتقول اللجان فاضية فانزلوا انتخبوا. انزلوا انتخبوا. انزلوا اعملوا. هل في هاشتاج نزل وقال انزلوا؟ هو في ناس يعني في هاشتاج بيقول انزل وصور يعني انزل يعني انا مش مذكر الهاشتاج بالظبط يعني بس انزل. وده بيبقى مؤثر دكتور محمد؟ لحد ما وجود الهاشتاجز مؤثرة في الحملات لان الناس بتقدر تشوفها بسهولة وبتقدر تدور عليها بسهولة وبتقدر تتناقش في الموضوع زي ما تقول ايه تشات روم كده الناس تقدر تتكلم فيه. طب انا عايز بس اشارك حضراتكم في الرسائل اللي جايه لي. في اللي بيقول معترض والله عيب يمدوا يوم ثالث ويقفلوا امبارح الساعه 9 في وش الناس دخلت جمعه. وانا عبد من كفر الدوار رجاله الحزب الوطني هم اللي ماسكين حمله المرشح الاوفر حظا يعني ومعاهم توكيلات داخل اللجان. انا انتخبت امبارح دي رساله جايه لي بس دايما بنعمل استثناء للمتخلفين والكساله. هل فتح يوم ثالث ده معناه المتخلفين والكسالة كمان؟ لا هو كان يبقى على حسب الاقبال لكن احنا يعني كل الناس واضح انها ما كانتش عايزه يوم ثالث ما عدا اللجنه العليا للانتخابات. لعل وعسى يمكن عندهم وجهه نظر وكان معانا المستشار طارق الشيخ قالت وجهه النظر بس الحقيقه هي مش مقنعه لحد 12 بالليل النهارده كانت كل الناس وقفت على كده يا كابتن شوبير الوافدين دول ناس غلابه ده صاحب المكتب عرض عليهم 100 جنيه كل واحد علشان يسافروا وينتخبوا قالوا لا نجيب بيها فرختين احسن. لا الناس في الحاجات دي بتبقى متمسكه بحقها ومتمسكه انها تنتخب على فكره الوقت ده عدى بتاع الفرختين ده لا فرختين ولا سكر. امتداد الانتخابات ليوم ثالث قمه النجاح والنزاهه واعطاء الفرصه لكل مصري حقيقي بجد انه يطلب صوته. واقول لاي فرد لم يطلب صوته ضاعت عليك فرحه عمرك في ان تضع طوبه في بناء مصر. ده كلام مهم. ده مهندسه حنان ده محترمه مهندسه محترمه وعشان مهندسه فبتتكلم في الطوب والبناء وكده. انا بشتغل في الغردقه وغيرت في الشارع العقاري مقر الانتخاب وصوتت امس والحمد لله. بتلوموا على اللجنه وما بنلومش ليه اللي بتقعصوا وكسلوا يروحوا. ده شادي نبيل. الكلام ده صحيح؟ هتروح شهر عقاري وهتعمل توكيل وبعدين احنا في الحاجات دي فيها نوع من انواع الكسل شويه عشان نكون امنا. خلاص هو نظام والمستشار طارق شبل قال ان مش هقدر اغير خلاص مش هقدر اغير هنعمل ايه. سؤال ليك يا كابتن شوبير من تحت الحزام انت جبت المؤشرات اللي بتقول انها معاك دي منين؟ اذا كان ما فيش ولا صندوق واحد اتفتح ارجو الرد. ده شريف دايما بيبقى عندنا احصاء من على بوابات اللجان وبنبقى عارفين يعني احنا حتى عشان انا زي ما قال الاستاذ محمد في البدايه ان انا يعني يمكن ليا في الانتخابات شويه فبنعرف نقيس العدد كام ده واخد كام وده واخد كام وكده. فدي قياسات من اللجان نفسها من بعض الاخوه
اللي موجودين في الحملتين على فكرة، مش حملة واحدة، على مستوى مصر كلها يعني. لكن نظل نقول انها مجرد مؤشرات، ده مش كلام رسمي، قد تكون كلها غير حقيقية. سؤال للدكتور اخير، انت شاب عايز ايه من الرئيس اللي جاي؟ احنا محتاجين ان يبقى في رؤية واضحة زي المثال بتاع التضارب اللي بيحصل في اخر 24 ساعة دول، قرارات تطلع في اخر لحظة، رؤية واضحة، رؤية واضحة، اصرار على تنفيذ هذه الرؤية، تمام، وان يتحط في حسابنا ان احنا مش ممكن نعمل اللي بقالنا 30 او 40 او 100 سنة بنعمله اللي هو ايا كان، ونتوقع ان هيدي نتيجة مختلفة. تمام، يجب ان يكون هناك رؤيه جديده، تحلمش ان الشباب ياخدوا اماكنهم، مش شرط الشباب انه ياخد يبقى وزير او يبقى لا لا محدش قال كده، لكن الابتكار هو بيقصد الابتكار، الابتكار ان الحلول القديمه يعني لاسباب كثيره سببت يعني ثبت ان هي بتفشل ومش قادره تحل مشاكلنا، فحان الوقت، مش سهله وهتتعبنا، لكن لازم يبقى في حلول جديده. بنشكر حضرتك دكتور محمد عبد المطلب الخبير في تحليل البيانات، كنت ضيفك كريما معنا. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هتشرفنا الفنانة الجميلة بإطلالتها الرائعة، بعد الفاصل فنانة نيلي. نيلي مستنيين، نيلي خلاص.